Beach Party. L'actualité en bref. الخمسة وثلاثين دقيقة، تحية لكم من سكل، تحية لكافة مستعملي التاريخ. أهم الأخبار الفنية والثقافية في تونس كل، والبداية تكون مع الشاعر كريم العراقي اللي تكون الوفاة متاعو اليوم غرة سبتمبر 23 والفين عن عمر ناهز 68 عام بعد صراع مع المرض، حسب ما أعلن عنه مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي. وتولد العراقي في 18 فيفري 1955 بمنطقة الشكرية بالعاصمة بغداد، وزاد يتسمى من أكبر وأبرز الشعراء العراقيين اللي امتلكوا عشرات المؤلفات والأعمال الأدبية العراقية، زاد ومن بينها الشعر الشعبي والأغنيات والمسرحيات، وين زاد ساهم العراقي في كتابة العديد من الأعمال الغنائية للعديد من الفنانين العرب بأبرزهم المعطف للفنان التونسي سابر الرباعي. من أهم أعماله زاد ديوان المطر ومظفرة من الشعر الشعبي العراقي اللي اصدر عام 1974 في بغداد، حكاية شعبية بعنوان ذات مرة، سالم يا عراق، قصائد شعرية للأطفال، زاد كيف كيف الخنجر الذهبي، الشاعر المهاجر، إعداد زاد وتقديم البرنامج التلفزيوني في ضيافة الأغنية. من أهم المسرحيات اللي كانت لها نجاح كبير من أداء وأعداده هو زاد مسرحية يا حوتة يا منحوتة، مسرحية عيد وعرس، مسرحية دنيا عجيبة، ويقظة الحارس. هذو من أهم المسرحيات اللي كانت في رصيد أعمال ومؤلفته. ونحصل زاد على جائزة منظمة اليونيسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكر اللي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر، ونزاد تحصل على جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية عام 2019. غادر هو العراق لتونس في بداية التسعينات مع مغادرته اللي كانت بتزامن مع مغادرة عراقيين برشا في الوسط الأدبي والفنيين. اشتهر زاد كريم العراقي بالقصائد اللي كان يشجع بها الجنود العراقيين باش يمشيوا للمقاتلة العدو الإيراني، وين اكتب زادة وشارك في أعمال مسرحية كثيرة تحكي على الحرب العراقية الإيرانية. ومن بعد انتقل في التسعينات بموجب دعوة من عمل في سوسة بعد عدة سنوات، بعد غادر تونس متنقل بين دول عربية إلى أنه استقر أخيرا في الإمارات العربية المتحدة. عمل كمحرر فني لعدة سنوات في مجلة فنون العراقية، زاد كيما عمل محرر صحفي في عدة مجلات عربية في مصر السعودية والإمارات، وزاد إضافة إلى أنه عضو جمعية المؤلفين وناشرين موسيقى العالمية. نمشي بكم الأخبار الموالي. الكوميدي أمين ردي تحدث البارح على العرض اللي بشي يقدمه الليلة على ركح مسرح كارتاج الدولي، مؤكد زاد أنه بشي يكون مختلف على قدمه قبل في تونس، ونوضح زاد أنه مسرح كارتاج مختلف عن غيره وما كانش يسبق ليه أنه طلع على مسرح كارتاج. قال أنا سعيد بأنه باش أني نعرض أمام جمهور كبير، وأن أحظى بثقة المنظمين، وهو تحدي ممزوج بالخوف، ونتمنى أنه ينال العرض استحسان الحاضرين. وزادك شفها من رادي أنه أول جمهور قدم عرض قدامه كان في تونس في أحد الجامعات. قال بعد الفيديوهات اللي نشرتها وقدمتها انتشرت وحققت شهرة كبيرة، قدمت بأول عرض في حياتي عام 2015 بجامعة تونس. وقال زادة نحب تونس بطريقة غير عادية لأن الجمهور التونسي منحني ثقة منذ بدايتي واستقبلني، وهو شعب مثقف يفهم النكات ويستقبلها ويجعلني هذا ارتجل في بعض الأحيان. في سياق آخر أوضح زادة أنه يستوحي مواضيع سكتشات متاعه اللي قدمها من تصرفات والديه اللي ضحكوا من حياته اليومية. زاد مؤكد أنه يحط حدود ما يتجاوزهاش لأنه يؤمن بأنه دوره إضحاك الجمهور ليس الضحك عليه، هذا وفق التعبير متاعه في إحدى الإذاعات الخاصة. نمشيو زاد كيف كيف إلى المسرح كارتاج البارح في الليلة أو نهار لحد 3 سبتمبر، سامحوني، باش يحتضن عرض تونيزيا كوميدي شو فيستيفال في دورته الثانية، ويشارك في العرض 7 كوميديين من أهمهم الأمينة نهدي وسامية أورسمان وسابر سيزار ومحمد علي التونسي ومحمد الطاهر الدريدي وياسين صالح ونضال السعدي. وإن قال الأمينة نهدي في حضوره إلى أحدى الإذاعات التونسية في أحدى تصريحات متاعه أن العرض بش يكون مفاجأة سارة للجمهور وفرصة للضحك والابتسامة. وخلال العرض بش يقدم الأمينة نهدي وعلى امتداد 25 دقيقة جزء من مسرحيات، وخاصة مقاطع من مسرحية ليلة على دليلة، منها موقف
الحمامي اللي قال انه من احلى المواقف المسرحيه اللي اعتبره النقاد انه يمثل درس في المسرح التونسي. هذا بطبيعه حسب تصريحه. ورجع وقال لامين نهدي بالذاكره الى مختلف عروضه على ركح كارتاج اللي كان اول ظهور ليه على خشبته لاول مره وهو مازال شاب في 19 سنه من عمره وقت اللي كان ينشط في فرقة الكيف من خلال مسرحية زنج من تأليف عز الدين المدني وإخراج منصف السويسي. زادا نمشيو بكم في خبر موالي وأخير. نادر الرحموني أعلن في أحد الإذاعات أنه فيلم وحلة باش يعرض في قاعات السينما في تونس ابتداء من نهار 11 سبتمبر في باريس خلال شهر أكتوبر القادم. مؤكد زادا أنه ردود الأفعال كانت إيجابية بعد عرض الفيلم في أيام كارتاج السينمائية في دورته الأخيرة واخذ بعين الاعتبار زاد الملاحظات اللي اطلقها مشير لانه قام بادخال بعض التغييرات باعداد المونتاج لتجاوز بعض المشاكل. وكشف نادر الرحموني انه الفيلم بطوله مهذب برميلي وريم رياحي ومحمد مراد وسلمى المحجوبي ودور القصه نتاعو على عائله في ظهرها عاديه لكنها تعيش التوازن غير المضمون داخليا وتمر باحداث مختلفه تخلي الشخصيات تتطور وتتغير. معتبر زاد أن العمل واقعي يسلط الضوء على بعض المشاكل الاجتماعية اللي قاعد يعيشها المواطن التونسي اليوم. وقال زاد أن وحلة هو أول فيلم ليه هو عبارة عن تجربة ومغامرة جمع فيها كل المجالات اللي يتقنها من السيكولوجيا إلى الهندسة والسينما والمسرح وزادهم إلى هذا الثقة اللي منحها ليه الممثلون اللي شاركوا في العرض اللي قبلوا زاد حتى أنهم يتعاملوا معه. نادر الرحموني هو وجه غير مألوف ما تعرفوش ساحة سينمائية تونسية من قبل. هو الوفد الجديد عليها من وراء البحار بعد أن اختار دراسة تقنية الإخراج في أوروبا وبتحديد في بريطانيا وفي عاصمة السينما العالمية أمريكا. يقول زاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للبان ويدرج أول الخطوات في مسيرة لخصها في كلمة حلمة وهي اللي بقات ساكنة فيه وهي اللي زاد تخليه ديما يعمل جهد باش يحقق نجاح متاعه ويوصل الى مبتغى. كانت هذه اهم الاخبار الثقافية واهم اخبار المشاهير والفنانين سيغتو اللي دارت على اكبر واهم مواقع التواصل الاجتماعي اللي تعنى بالشأن الفني والثقافي والاعلامي في تونس الكل. كانت هذه الحوصلة متاعنا في الاكتواليتي ان بريف. الاكتواليتي ان بريف 5:21.